السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبنات طلبة الصف الأول الثانوي. النهاردة هنتكلم على درس من دروس مادة الأحياء، وهو إيه؟ تركيب الخلية. يعني إيه خلية؟ الخلية هي وحدة البناء والوظيفة للكائن الحي. الخلية هي وحدة البناء والوظيفة إيه؟ للكائن الحي. الخلية هي إيه؟ هي وحدة البناء والوظيفة للكائن الحي. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان اي كائن حي، سواء كان نبات، حيوان، انسان، اي كائن حي بسميه كائن حي، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلية او مجموعة من الخلايا. يبقى الخلية هي وحدة البناء والوظيفة للكائن الحي. طيب الخلية بتركب من ايه؟ تركيب الخلية، ابسط خلية عشان اقول عليها خلية، بتتكون من ثلاث اجزاء رئيسية. اول جزء اسمه النواة، السيتوبلازم، الغشاء، البلازم. كنا اتكلمنا في الصفوف السابقة على تركيب الخلية، وعرفنا ان الخلية في عندي منها نوعين: خلية نباتية ماشي، تبقى بالشكل ده، وهنعرف كل شيء بالتفصيل ماشي. خلية حيوانية تبقى شكلها دائري. طيب احنا قلنا تركيب اي خلية بتكون من ثلاث اجزاء رئيسية. اول حاجة النواة. النواة في الخلية النباتية تبقى في جانب السيتوبلازم، وفي الخلية الحيوانية تقريبا بتبقى فين؟ في المنتصف. يبقى النواة، النواة عبارة عن ايه؟ عبارة عن كتلة من السيتوبلازم أكثر كثافة، كتلة ذات كثافة أكبر من السيتوبلازم. طيب نيجي نبص على تركيب النواة بالتفصيل. النواة بتكون من إيه؟ من ثلاث أجزاء رئيسية. أول حاجة غلاف النواة، الكروماتين، النوية أو النويات. النواة بتتكون من ايه؟ غلاف النواة، وده بيحيط بالنواة. غلاف النواة وظيفته ايه؟ بيفصل النواة عن السيتوبلازم. يبقى غلاف النواة بيفصل النواة عن السيتوبلازم. يبقى غلاف النواة ده بيحيط بايه؟ بيحيط بالنواة. وظيفته ايه؟ بيفصل النواة عن ايه؟ عن السيتوبلازم. طيب الكروماتين عبارة عن ايه؟ الكروماتين لو جيت بصيت في تركيب الخلية بالتفصيل، هلاحظ ان ايه؟ الخلية بتتكون من، النواة بتتكون من ايه؟ شبكة من خيوط بيسمى ايه؟ الكروماتين. الكروماتين ده بيتكون من شبكة من خيوط تسمى الكروموسومات. الكروموسومات ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن شريط بيحتوي على المادة الوراثية من الوالدين. يبقى الكروماتين بيتكون من شبكة من خيوط تسمى كروموسومات، ودي بتحتوي على الموروثات أو المادة الوراثية من الوالدين. طيب التركيب الثالث النوية. ماشي، النوية
دي بتبقى موجودة فيه عبارة عن كتلة صغيرة أو جسم صغير موجود داخل النواة، ده وظيفته إيه؟ وظيفته تخليق البروتين، مصنع لتخليق البروتين. يبقى وظيفة النواة نوية مصنع لتخليق البروتين. طيب يبقى عرفنا تركيب النواة بالتفصيل. ندخل بقى على الجزء الثاني من تركيب الخلية وهو ايه؟ السيتوبلازم. السيتوبلازم يعتبر اكبر جزء في الخلية، بيحتوي على عدة تراكيب. السيتوبلازم عبارة عن اكبر جزء في الخلية بيحتوي على عدة تراكيب، من ضمن هذه التراكيب الميتوكوندريا. وده عبارة عن عضيات صغيرة ممكن تكون دائرية او عصوية. طيب وظيفة الميتوكوندريا دي ايه؟ الميتوكوندريا وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها مصنع لاطلاق الطاقة او لانتاج الطاقة الخلوية. ميتوكوندريا مصنع لاطلاق الطاقة. مصنع انتاج الطاقة في الخلية. طيب الطاقة دي بتبقى في صورة مركبات كيميائية او مركب كيميائي بيطلق عليه ادينوسين ثلاثي الفوسفات او باختصار ATP. ده بسميه ايه؟ مركب الطاقة. ماشي. طيب نبص بقى على جزء تاني من تركيب السيتوبلازم وهو الفجوات. الفجوات في الخلية النباتية تبقى فجوة كبيرة، ماشي. في الخلية الحيوانية تبقى فجوات صغيرة وغالبا تبقى ايه؟ غير دائمة. ايه هي الفجوة؟ الفجوة عبارة عن ايه؟ فراغ، ماشي، محاط بغشاء. طيب بيحتوي عليه او بتحتوي عليه الفجوة؟ بتحتوي على بعض المواد زي المية وبعض الاملاح وبعض المواد المغذية، يعني نعتبرها ايه؟ زي مخزن للخلية، ماشي. يبقى الفجوات او الفجوة عبارة عن فراغ محاط بغشاء. طيب وظيفته ايه؟ قلنا بيختزن فيه بعض المواد للخلية. نبص بقى على تركيب تاني من تركيب السيتوبلازم وهو ايه؟ الكلوروبلاستيدات. ودي بتبقى موجودة في الخلية النباتية، الكلوروبلاستيدات اللي هي البلاستيدات الخضراء، دي بتبقى موجودة في الخلية النباتية. وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها بتصنع الغذاء. البلاستيدات الخضراء تعمل على تصنيع ايه؟ الغذاء في الخلية النباتية. طيب من خلال ايه؟ من خلال عملية البناء الضوئي. بص على تركيب تاني من تركيب الخلية وهو ايه؟ وهو غلاف او الغشاء ايه؟ البلازما. الغشاء البلازمي ده التركيب الثالث من تركيب الخلية. الغشاء البلازمي ده بيحيط بايه؟ بيحيط بالسيتوبلازم. الغشاء البلازمي هو اللي بيحيط بايه؟ بالسيتوبلازم. فين الغشاء البلازمي؟ هنا في الخلية النباتية اهو. غشاء
البلازمي أو غشاء الخلية. في الخلية الحيوانية الغشاء البلازمي بيحيط بالسيتوبلازم. وظيفة الغشاء البلازمي إيه؟ بيعمل أو بيتحكم في دخول وخروج المواد من وإلى الخلية، زي بوابة بيتحكم في دخول وخروج المواد من وإلى الخلية. يبقى يتحكم في مرور المواد من وإلى الخلية. نكتفي بهذا القدر. أبناء وبنات طلب الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.